منذ الانطلاقة الأولى في أولمبياد أتلانتا عام 1996 لم يغب العلم الفلسطيني عن الخفقان، والكوفية تعانق خيوط الثوب المطرز في أكبر تظاهرة رياضية عالمية. المشاركة الفلسطينية تمثلت في 5 لاعبين في رياضات مختلفة. كان في عندنا لاعبين في السباحة، اللاعب يزن البواب سباح ودانيا نور سباحة، في يزن في 100 متر فري ستايل ودانيا في 50 متر فري ستايل. كان في عندنا وسام أبو رميلة في الجودو، كان في عندنا هناء بركات في ألعاب القوى 100 متر، وبالإضافة للاعب محمد حمادة في رفع الأثقال. اللجنة الأولمبية الفلسطينية في استراتيجية نهوض وبناء وتطوير شاملة يرأسها سيادة الفريق جبري درجوب. فسيادة الفريق رؤيته ونهجه في العمل يعتمد على شكل علمي ومنهجي مدروس، فبناء على ذلك تم وضع استراتيجية كاملة وصولا إلى أولمبياد القادمة إن شاء الله في باريس. هاي الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على بناء لاعب منافس وقادر أنه يقدم نفسه بشكل يليق بفلسطين، وقادر أنه ينافس بشكل دولي، يعني إن شاء الله رب العالمين قادر على تحقيق الإنجازات. رغم ظروف الاحتلال إلا أن المشاركة الفلسطينية تتطور عاما بعد عام من حيث عدد المشاركين وتطور الأرقام الرياضية. كان شعور المشاركة الأولى في طوكيو شعور أني حققت حلمي في أول مشاركة إلي، كانت كنت بتمنى أن أوصل مراحل أكثر من هيك. إن شاء الله بشتغل حالي، إن شاء الله نتأهل لأولمبياد باريس 2024، وتكون مشاركتنا مش بس مشاركة، تكون فيها إنجازات ويكون أول إنجاز لفلسطين في الألعاب الثانية. شعور غير بيختلف عن كل البطولات، إنك في مسؤولية وراك لازم تكون أنت أدها ترفع علم فلسطين، كل العالم تتطلع عليك كفلسطيني جاي تشارك، تستنى إنجازاتك، تستنى فوزك، إنه هذا الإنسان طلع من عدم، من احتلال، طلع من صعوبات كان في وجهها ببلده وقدر يوصل هون. رسالة للرياضيين اللي راح يوصلوا بعدي انه انت ما تلاقي ولا اي حجة انك تبطل لعبة او توصل لحلمك. 7 مشاركات فلسطينية وما زال ابطال فلسطين ينافسون الذات والظروف لحصد اول ميدالية تحمل فلسطين الى منصات التتويج.